السلام عليكم، معاكم سيد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي الناس كتيرة بتدور على حل ليها، وهو تحميل الفيديوهات من على الفيسبوك. الطريقة بسيطة وبوريها لكم إن شاء الله، وبدون أي برامج تماما. كل اللي عليه إن احنا هنيجي نهوت ندور على فيديو، هوريكم الطريقة بالظبط. ادي مثلا فيديو على سبيل المثال، نروح على الـ3 نقاط اللي على اليمين، تمام، وادوس كوبي لينك، موجودة تحت هنا كوبي لينك، تمام، وبفتح براوزر، اي انترنت براوزر سواء جوجل كروم او اي انترنت براوزر عندي، واعمل هنا بيست لللينك اللي انا اخدتها، ماشي. وهنا في جزئية مهمة بقى، ان انا هعمل ايديت لللينك، تمام، هقف على اللينك خلاص، وهلاقي ايه، علامة زي القلم كده على اليمين، تمام، ايوه اهو القلم اهوت، تمام، هندوس عليه، تمام، ونبدأ نعمل ايديت للعنوان. هنكتب هنا اهوت في اول العنوان ام بيزك، تمام، ونشيل ال www، نشيلها خالص ونكتب ام بيزك دوت فيسبوك دوت كوم، ونكمل بقية اللينك، تمام، اهو زي ما انتم شايفين ادي الفيديو فتح عندي. طيب بضغط على الفيديو هيخش لي صفحة جديدة خالص. الصفحة دي سهل جدا، مجرد ما اقف عليها وادوس دوسة مطولة على الفيديو هيظهر لي حاجة اسمها داونلود فيديو. اهو اول ما دوست داونلود فيديو اهو جاري تحميل الفيديو داونلودنج فايل، وهيظهر لي كلمة اوبن بمجرد ما ينتهي تحميل الفيديو على الجهاز بتاعي. اهو تم التحميل، طبعا عشان اتاكد ان الفيديو نزل كامل بدوس اوبن، اهو تمام، بيفتح كامل من عندي من على الجهاز، والصورة بتاعته ما شاء الله جودة عالية. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم من شرح النهاردة، وما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة، ونشوفكم في فيديوهات قادمة جديدة مفيدة لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.